طب قبل توقف هذه الحرب نتحدث عن أزمة الفاو وما حدث فيها، أنت كان لكم مشاركة فيها؟ أول حاجة إيه تفاصيل اللي حدث بالتحديد؟ طبعا الحرب العراقيه الايرانيه اخذت يعني 4 صفحات او 4 مراحل، المرحله الاولى الهجوم العراقي. والهجوم العراقي تقدم يعني بحدود 100 كيلو داخل الاراضي الايرانيه، بعدين توقف بحكم ان الجغرافيا يعني العسكريه تحتم انه الجيش العراقي كان صغير، يعني كان يعني ما هو الجيش الكبير، 7 فرق كان، وفي فرقتين او 3 فرق مدرع والباقي مشاة، فوقف هذا حده. الصفحه الثانيه الهجوم الايراني المعاكس، والهجوم الايراني المعاكس كان هجوم يعني كبير جدا وفي تضحيات كبيره، واصبحت يعني تهدد البصره، خاصه في هجمات شرق البصره، 5 هجمات 5 موجات كادت ان تسقط البصره. لكن العراقيين صمتوا، صمدوا صمود جبار، وطوروا من قدراتهم بسرعة، وتطور الجيش العراقي خلال الفترة هذه وأصبح أكثر احترافية. وبعد ما يعني فشل هجمات شرق البصرة، بحث الإيرانيون عن يعني نقطة ضعيفة في أقصى الجنوب اللي هي مدينة الفاو، واستطاعوا أن يحشدون حشد يعني سليم. خلال الفترة هذه الاستخبارات العراقية فقدت أهم شخص فيها اللي هو وفيق السمرائي. وفيق السمرائي أثناء عمليات شرق البصرة كان هو يعطي، اللي هو مدير الاستخبارات العسكرية، يعطي الجيش العراقي أدق التفاصيل عن الهجمات. لكن جاء وفد مصري إلى العراق من المخابرات المصرية، وأرادوا يعني كدعم من مصر، فأرادوا أن يأخذون تقدير الموقف الاستراتيجي اللي عامله وفيق السمرائي، وهي عملت من وثيقة واحدة ومحفوظة عند وفيق. حسب السياقات هذه الوثيقة إذا تسربت هو اللي يعدم. واطلع عليها صدام حسين ورجعها، ما احتفظ في نسخة منها. فلما جاء الوفد العراقي طلب مدير المخابرات من وفيق ان عطل الوفد المصري نسخه من تقدير الموقف الاستراتيجي، رفض. طلب منا يمكن رئيس الاركان، رفض. قال هذه ما يا عندي يا عندكم، ما تصير يعني عند واحد ثاني. فاعتبروا هذا تمرد وسجن شهرين. سجن شهرين، وضع بالسجن شهرين ومحاكمه وقصه طويله عريضه. هني بدات ايران، أثر ذلك على الميدان. على الميدان اللي هو الهجوم على شرق البصرة، احتلال الفاو. فعملية احتلال الفاو تمت في غياب أهم عنصر من عناصر الاستخبارات العراقية العسكرية اللي هو الفريق وفيق السمرائي، الله يشافيه الآن مريض. فاحتلت الفاو بعمل مفاجئ. يعني أذكر يوم 9 فبراير، تاريخ ما أنساه، أصبح الصبح ولا العراق الايرانيين احتلوا الفاو. وكنت في ذاك الوقت انا 86 86 اتصور، اي 86 سنه 86. فكنت ذاك الوقت اخذني وزير الدفاع الله يرحمه ويتغمد روح الجنه، الشيخ سالم صباح السالم، يكون مستشار عنده في مكتبه قانوني، وكنت اداوم في مدني. فلما صارت 9 الصبح، اصبح الصبح ورحت ولا الدنيا معفوسه والايرانيين احتلوا، فرحت حق رئيس الاركان الله يرحمه عبد الله فراج الغانم، وقلت له رجعني الجيش، مش عاوز اقعد مكتب وزير الدفاع. قال يا ناصر على ايش ترجع الجيش؟ احنا قاعدين بالكويت، ما صارت حرب. قلت الايرانيين احتلوا الفاو. كان احتلوا الفاو بعيدين. فقلت انا عاوز ارجع الجيش، قدمت له معروض، كنت متحمس عاوز ارجع الجيش. أنا كنت مكتب وزير الدفاع مستشار وقصة ومدني وأحضر مجلس الأمة وقصة. فكتب عشان خاطري، مداراته لخاطري، كنت متحمس جدا. فقال يبقى الآن في يبقى الآن في مكتب وزير الدفاع، وإذا تطور الموقف يحرك إلى اللواء 35 وحدتي. ثاني يوم تطور الموقف
وصار العراقيين على مسافة 5 كيلو من حدود من أم قصر الكويتية، وانهارت الدفاعات العراقية وانهار الجيش العراقي في المنطقة هذه، واستنفر الجيش الكويتي يلا 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 كل الجيش معسكراته. اتصل علي زمايلي يا زملائي الله يذكرهم بالخير، وقالوا لي خليك انت قاعد مع لابس مدني مع المدنيين واحنا على الجبهة. واحنا على جبهة. جنيت. فرحت ثاني مرة رئيس الأركان، كان رئيس الأركان في المقبرة يدفن طيارين اثنين سقطت فيهم طيارة هليكوبتر الله يرحمهم، واحد منهم ابن عمي يعني. فجيت لرئيس الأركان ما لقيت رئيس الأركان، أروح للقيادة ما لقيت القيادة، جاء واحد ما له علاقة والله ليس له علاقة لا في العير ولا في النفير ولا هم يحزنون، العميد سالم تركي معاون العمليات. فقلت حق سالم تركي هذا كتاب من رئيس الأركان حولني للواء 35 تفضل هنا برقية، أنا ماني رئيس أركان ولاني أنت تشتغل عند وزير الدفاع ولاني معاون مدير شؤون الضباط. فصرت ألح عليه وأقول له ما راح أقعد راح أرجع راح أرجع راح أرجع الجيش. فقال لي والله ترى تستاهل ترجع الجيش. كتب برقية هو ليس له علاقة فيها ودزني مرة ثانية للجيش. وبعد يومين وزير الدفاع يتصل على البيت وين ناصر؟ صار له يومين ما داوم. فقالت لأمي ناصر في الجيش. فأنا الجيش وين راح ناصر؟ قالت والله راح الجيش. فعرف وزير الدفاع الله يرحمه ويتغمد ان ناصر يعني رجع لطبعه الاولي انه انا. فاتصل على رئيس الاركان قال شوفوا لي ناصر جيبوا لي. فجاني برقيه تعال الحق الوزير الدفاع يبيك. رجعت. لما رجعت انا صار لي يومين او 3 ايام علينا مطر وعلينا غبار وكان مش محلق وبدله كلها طين وكنا نجهز مواقع دفاعيه. فكنت يعني شكلي يعني موحش. فرحت رئيس الاركان بالطين اللي انا فيه حتى يعرف انه مو رايح العب انا رايح الجبهه. فلما دخلت على مكتب رئيس الاركان كل مكان اخطي عليه يطيح طين مني. فقال لي مدير مكتب وزير الدفاع يروح اغسل ما اغسل يشوفني بالطريقه هذه. دخلت عليه قال لي انت ايش عملت؟ قلت ما عملت حاجه، انت تعرفني وانا طفل يعني وانا شاب صغير ما ابي العمل في وزاره الدفاع. قال اعطيك حل الله يرحمه. تداوم عندي يوم بالاسبوع يوم اجازتي. انا قلب الاشياء بالاسبوع عندي اجازه بالجبهه. تداوم عندي وست ايام تروح للجيش. قلت موافق. ف سابني اروح. طبعا انا بالحرب العراقيه الايرانيه الايرانيين كانوا يتحرشون تحرشات ولكن لم يقوموا بالدخول للحدود. لا ما دخلوا الحدود بس قصفونا. يعني انا اذكر لما اشتدت الحرب بالفاو لما الهجوم المعاكس العراقي كان هجوم ضخم جدا بس ما كانوا يتقدمون. الهجوم المعاكس العراقي كان تضحياته رهيبه وكان كميه الذخيره الملقيه وكان بين بوبيان وبين المنطقه العمليات حدود يعني 4 كيلو 5 كيلو صغيره جدا. وكنا نشوف الايرانيين يقصفون العراقيين والعراقيين يقصفون الايرانيين. فاخذت ضباط سريتي حتى اطعمهم تطعيم معركه احنا نسميه. ودشيت بوبيان جزيرة بوبيان وماشي بالليل كنت مولع ضوء الجيب ولكن قبل ما أوصل نقطة الرصد اللي أنا عاوزها طفيت الإضاءة وظليت ماشي بدون إضاءة. الإيرانيين رصدوا مكان تطفية الإضاءة. لما نزلنا وقعدنا طبعا بدون إضاءة وقعدنا نسمع الجهاز اللاسلكي نسمع نلتقط الكلام نسمع المعركة كاملة نسمع المعركة كاملة من جانب العراقي ومن جانب الايراني ومعي واحد من ربعنا كويتي ايراني يفسر لنا الايرانيين وعندنا احنا نعرف العربي. فكنا نسمع المعركه وكاننا قاعدين بوسط ونشوفها بعيننا. صحيح 4 كيلو بس هذا يرمي وهذا يرمي ولما نشوفها سقطت قصه. الايرانيين قصفوا المكان اللي طفينا فيه الضوء رمونا يعني قذائف شديده الانفجار وقويه جدا كان بعيد عني تقريبا كيلو كيلو ونص. وبعد يوم لما جو خبراء المتفجرات قالوا ان هذا المدفع 175 ملي وهو غير موجود الا عند ايران واسرائيل في ذاك الوقت. المهم انه يعني قعدنا في الى ان يعني توقف الهجوم فشل الهجوم المعاكس العراقي لكن توقف الهجوم الايراني. لا
لأن العراقيين حشدوا قوات كافية وصدوا الهجوم، لكن يعني ظلوا الإيرانيين يعني في الفاو إلى يعني سنة، بعد سنة تقريبا أو سنتين، سنة ونص، يعني استعادوا الفاو.